بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة من مطبخ أم باسل هنعمل طبق المخبوزات المالحة دي، زي سناكسي كده جنب الشاي، من غير شاي حتى، واحنا رايحين واحنا جايين مع أولادنا في المدرسة، بدل ما يشيلوا الحاجات من بره اللي هي مش كويسة. دي أحسن، مضمونة في البيت وعاملينها بإيدينا وعارفين احنا حاطين فيها ايه. بصوا شايفينها عاملة ازاي، شايفين السوا بتاعها، والله تحفة يعني، ولا كأنك جايباها من أحسن محل. احنا عاملينها من أحسن محل، بصوا الأشكال هتعجب ولادنا قوي، بصوا هيحبوها جدا. شايفين مقاديرها سهلة وبسيطة وما بتاخدش في الفرن سوا كتير، يعني تلت ساعة أو تلت ساعة وخمس دقايق بالظبط حسب الفرن بتاعتك. وهنشوف طريقتها عاملة ازاي. ممكن تعملي كمية وتخليها عندك، ولادك ياخدوها معاهم المدرسة. بتمنى تجربوها. هنروح دلوقتي نشوف الطريقة والمقادير ونشوفها بتتعمل ازاي. وقبل ما نروح ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من مطبخ ام باسل. يلا بينا مع بعضينا نعمل المخبوزات المالحة دي، يلا بينا. عندي المقادير بتاعتي، عندي 2.5 كوباية دقيق، هحط عليهم 100 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ اهو، تمام كده. وهحط عليهم معلقة ملح كبيرة اهي اهي، هحط معلقة وسط بيكنج باودر اهو، هحط الفانيليا بتاعتي تمام كده، هحط معلقة خل عشان تخلي المخبوزات بتاعتي بتقرمش اهو، معلقة كبيرة برضو تمام. واخر حاجة هحط معلقة زيت كبيرة. هاجن بقى كل المقدار ده بتاعي كده بإيديا، مش بأي حاجة تاني. بعد ما عجنت كل المقدار بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو، هعمل ايه؟ هروح جايبة جنبي 50 جرام زبدة تمام، وهزودها برضو. انا مش عايزة اقول لكم على المقدار ده اللي احنا نزوده الا لما نشوف العجينة بتاعتنا، كل واحد حسب الدقيق بتاعه. وهحط معلقة زيت تاني اهو، وهبتدي بقى ايه، هلم العجينة بتاعتي كويس. بصوا حبايبي العجينة بتاعتي شايفينها اهي، كلها اتشربت المقدار بتاعي والزبدة تمام كده. هحضر جنبي 1/4 كوباية مية من الحنفية عادي، ولا سخنة ولا في اي حاجة عشان هي ما فيهاش خميرة. وهبتدي هضيف معلقة معلقة علشان الم العجينة بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين، عشان لازم تكون عندي عجينة متماسكة اهو. هضيف 1/4 كوباية المية بتاعتي، معلقة معلقة كده اهو، لغاية ما الم العجينة بتاعتي. بصوا ابتدت تتلم معايا ازاي اهي، شايفين؟ تملي انا مبدئي اقول لكم يعني ما نحطش اي مقدار، ما نحطوش كله، لو مقدار ميه بالذات عشان ما اضطرش ان انا ازود دقيق تاني. بضيفه جزء جزء علشان احنا طبعا عارفين ان الدقيق بتاعي بيختلف من مكان للتاني اهو. بصوا العجينه بتتلم اهي، بس لسه فاضل لها برده ايه شويه ميه تاني اهو، لسه 1/4 كوباية المية عندي ما خلصتش اهو. تمام، العجينة بتتلم. اخر حبة عندي اللي هو باقي 1/4 كوباية المية هحطهم، وهبتدي بقى ايه الم العجينة بتاعتي كويس كويس جدا اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص العجينة بتاعتي اتلمت، مش محتاجة عجن كتير عشان هي اصلا مش فيها خميرة ولا محتاجة يبقى لها عرق ولا اي حاجة، دي مخبوزات مالحة كده اهو. شايفين العجينة طرية جميلة ازاي؟ بصوا شايفين،
ولا عجنتها بعجان ولا باي حاجه ولا بمضرب، كلها بايديا، هتطلع معاكم بنفس الجوده دي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هسيبها تستريح بس شويه، هي مش هتخمر. عبال ما اجهز الصاج بتاعي اللي هدهنه بماده دهنيه ونشوف هنشكلها ازاي. يلا حبايبي نبتدي بقى ونشتغل. ادي الصاج بتاعي اهو، حاطه فيه نقطه الزيت وموزعاه في الصاج كله، وادي العجينه بتاعتي، مش هنرش دقيق ولا اي حاجه لان هي مش محتاجه رش دقيق، وهياخد جزء من العجينه، ونشوف هنشكلها ازاي. بصوا هي كده كده ما شاء الله سلسه معايا، وفيها المقدار بتاعها كله مظبوط اهو، ولا ندهن زيت ولا اي حاجه، الرخامه بتاعتي كلها معلهاش اي حاجه. هبتدي بصوا هبرمع كده اهو، لو في دماغك شكل معين عايزه تعمليه مفيش مشكله. احنا هنعمل ايه الشكل ده كده اهو، من كده من هنا هثبته من فوق كده، واروح لفه كده ولفه كده ولفه كده اهو. ايه دي اول شكل اهو، شايفين؟ احطه الصب بتاعي كده. يلا نعمل شكل تاني اهو، بحاول ان انا ما اطولش عليكم اهو. نعمل الشكل ده كده، لا احاول اجيبها عندكم في الكاميرا شويه اهي، واعملها كده اهي واضمها كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا ده الشكل التاني بتاعي اهو، احطه كده تمام. اخر شكل بقى نعمله اللي هو ايه، هيبقى الدايره. جميله جدا المخبوزات دي يا جماعه، وتتاخد مع اولادنا في اللانش بوكس تبقى حلوه قوي اهو، شايفين؟ شكلي بقى ايه الاشكال اللي انت عايزاها تمام كده، شايفين؟ كل الاشكال بقى اللي انت عايزاها اعمليها براحتك زي ما انت عايزه. هعمل كل العجينه عندي بالاشكال المختلفه دي كده، وهخلص وارجع لكم. اهو حبايبي خلصت المخبوزات بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين اهي باشكالها الجميله، ما خدتش في ايدي وقت خالص. بصوا المقدار بتاعي كله اهو. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندي صفار بيضه وعليه نقطتين خل صغيرين تمام، ومع النقطتين خل هحط معلقه ميه تمام كده، وهقلب كويس كده بالشوكه، وهبتدي هدهن المخبوزات بتاعتي. هدهن وشها بالصفار البيضه ده اهو، بصوا بسم الله كده هدهنها كلها كده. طبعا بعد ما ادهنها كلها الخطوه اللي بعد كده هعمل ايه، انا بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو. هروح جايبه سمسم رشه كده عليهم اهو، يا رب تكون الصوره واضحه قدامكم، وشويه حبه البركه اللي هي او الحبه السوداء، بتدي ريحه وطعم المخبوزات بتاعتي حلوه جدا اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد ما ادهن وشها بصفار البيضه اهو، هروح حاطه على وشها شويه سمسم وحبه البركه، وانا مشغله الفرن عندي على 200. هحط المخبوزات بتاعتي على الشبكه لغايه ما تستوي وتحمر من فوق ومن تحت، احنا مش هنسيبها، احنا هندخلها على طول عشان هي فيها ايه بيكنج باودر، ولما تطلع وتبرد هشوف ايه، نشوف ندوقها مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي. اهو حبايبي المخبوزات المالحه بتاعتي طلعت ايام الفرن، وسبتها لما بردت، واول ما بتبرد بتلاقيها طلعت تلقائي كده من الصاج او الصينيه اللي انتوا حاطينها فيها. بصوا هي بتطلع سهله خالص اهي، نحطها بقى في طبق كده او في علبه ونديها لاولادنا كده زي سناكس، بدل ما بيشتروا حاجه من الحاجات من بره، حاجه نظيفه انت عاملاها بايديكي في البيت وضمناها، وكمان لذيذه جدا. بصوا الاشكال بتاعتها كمان، بصوا شايفين؟ والطعم بقى مش قادره اقول لكم، بصوا شايفينها تحفه. بصوا من تحت عامله ازاي السوا بتاعها، جميله جدا بصراحه. بصوا الشكل، بصوا كذا الشكل احنا عملناه. انا كده خلصت، هكتب لكم المقادير بتاعتي على الشاشه علشان تبقى واضحه بالنسبه لكم. قبل ما انهي الفيديو بتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم الجميل ايه، وما تنسوليش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من مطبخ ام باسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه من مطبخ ام باسل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.